الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يرضى بها عنا وترضيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو المشغول بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا سعادة إلا في القرب منه، ولا فلاح ولا نجاح ولا صلاح ولا إصلاح إلا في الإخلاص له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا رسول الله، صل اللهم على من سعت الشجر إليه وسبحت الحصى بين يديه وسلم الحجر عليه، صل اللهم على من انشق القمر لإشارته وحن الجزع لعبارته، أنزله ربه من السماء سدرة منتهاها، وطيب قلبه فولاه قبلة يرضاها، فعليه الله قد صلى، والملأ الأعلى بالصلاة عليه تحلى، فبأمر الله تجلوا وبحلية الملائكة تحلوا، لأن الله قد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته، واسقنا بيدي رسول الله يا رب الأرباب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي السفينة الناجية والعصمة الواقية بإذن الله رب العالمين، لما وقد قال الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب
عذاب الله شديد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اللهم امنحنا هداك، وارزقنا يا ربنا تقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا يا ربنا بلقياك، ومتعنا في الجنة برؤياك، وابعثنا واجمعنا مع المصطفى النبي محمد مصطفاك. أيها الأخيار، هذه هي الأمة الميمونة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتنقل من موسم إلى موسم، ومن طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة، لأنها أمة مميزة إذا ما طبقت وإذا ما امتثلت لأمر ربها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من موسم إلى موسم، ومن نفحة إلى نفحة، ومن طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة، تتقلب أمة النبي محمد في القرب إلى الله رب العالمين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن اقتدى برسول الله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الأحبة في الله، انتهى شهر الله رجب، شهر الله المحرم المعظم المشرف المقدر عند الله رب العالمين. خرجنا من بركاته ورحماته إلى، إن صح التعبير، إلى شهر رسول الله، إلى شهر المصطفى، إلى شهر شعبان، الشهر المميز المعظم المكرم المشرف الذي له مكانة عند رسول الله. وما دام أن له مكانة عند رسول الله، إذا له مكانة عند الله، لأن النبي محمد لا يفعل إلا ما يرضي الله. شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ شعبان الخير، شعبان الرحمة، شعبان يا أحبابي وإخواني في الله من أخطر الشهور التي لا بد للمؤمن إذا ما وصل إليها ووفقه الله وأحياه وبلغه شعبان أن ينتبه. وتعالى نتجول مع رسول الله، اللهم ارزقنا محبته، وارزقنا شفاعته، واجمعنا معه في الدنيا على طاعته، واجمعنا في الفردوس يا رب العالمين بين يديه، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. شعبان أيها الأحبة في الله، شهر لا يوفق له إلا من وفقه الله رب العالمين. أحياه النبي محمد، وزاد النبي فيه في الطاعات والبركات. نعم، هذا هو حال النبي محمد في هذا الشهر الميمون المبارك. اسمع إلى أم المؤمنين عائشة وهي تتكلم عن حال رسول الله في هذا الشهر الطيب المبارك. أيها الحبيب، قالت أم المؤمنين عائشة، والحديث يا أحبابي رواه الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة، اسمع ماذا قالت عن حال المصطفى في شعبان الذي قد غفل عنه كثير من الناس، اللهم لا تجعلنا من الغافلين. نعم، اسمع، قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله يصوم حتى أننا نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى أننا نقول أنه لا يصوم. اسمع: وما رأيت رسول الله استكمل شهرا صياما، استكمل شهرا كاملا صياما من أوله إلى آخره إلا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب، وقد كشفت الغمة عن أمة حبيبك المصطفى يا رب. اللهم ارفع عنا هذا البلاء،
وادفع عنا وباء كورونا يا رب العالمين، وأدخلنا على رمضان بأمن وصحة وعافية، واشف جميع مرضى المسلمين يا ربي. اسمع، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا صياما إلا رمضان. اسمع إلى هذا البيان والشهادة، قالت وما رأيته أي النبي محمد أكثر صياما منه أي من رمضان من شعبان. قالت كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. جمع أهل العلم كما قال ابن المبارك حينما قالت أمي عائشة كان يصوم شعبان كله، هذا على الأغلبية وعلى الأكثرية، أي كان يصوم شعبان لم يفطر إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من الصيام فيه، والطاعة والقرب والعبادة، لما يكثر من الطاعة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما. أليس هذا يا إخوتي صحيح؟ الشخص الفريد الوحيد الذي نجزم جزما لا شك فيه أنه غفر له السابق واللاحق هو سيدنا النبي محمد، لأن الله قد قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك بس وما تأخر. ومع ذلك كان النبي محمد أعبد العابدين لله. قالت له أمي وأمكم عائشة رضوان الله عليها حينما رأت قدمي رسول الله قد انتفخت من الوقوف، مش مبالغة يا شباب، لما تسمع الحديث ذا حينما تسمع هذا الحديث على الحقيقة، كان يقوم من الليل حتى تتورم أقدامه صلى الله عليه وسلم، وليس هو عنده كبد، وليس هو عنده كلى، ليس عنده مرض، ولكن لكثرة وقوفه بين يدي الله، حتى شهد الله له بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ينهر أبيض ثلثي الليل. ثلثي الليل، هذه الشهادة من الله رب العالمين، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة، يعني أقل تقدير كان يقومه النبي كان ثلث الليل وهو قائم، فكانت تتورم أقدامه، فقالت يا رسول الله هون على نفسك. فرد النبي بتلك العبارة، قال لها أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو حال النبي في كل أيامه، أما في شعبان فكان يزداد طاعة وقربة إلى الله. لما كان يزداد في شعبان؟ شعبان يا شباب شهر مهم للغاية، للغاية، ورب الكعبة. سوف تسمع الآن من حديث أسامة، سأل النبي محمد يا رسول الله لم أرك، والحديث رواه أحمد والنسائي وغيرهما، من حديث أسامة حب النبي حبيب النبي وابن حب النبي، قال يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور شهرا ما تصوم في شعبان. إيه الموضوع يا حبيبي؟ ما هذه الكثرة؟ كثرة الصيام، صيام 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 صيام. فأجاب النبي بتلك الإجابة، وواجب عليك أن تضعها في هذه الجمعة في الحسبان، وانت مروح لازم تشوف لك حل في حكايتك. إيه الموضوع عم الشيخ؟ قال النبي لأسامة يا أسامة ذلك شهر، اللي هو شهر شعبان اللي هو خمسة النهار، ذلك شهر شعبان الذي دخل على الأمة وما رأينا تغييرا ظاهرا واضحا، إنما رجب زي شعبان، وشعبان زي صفر، وصفر زي المحرم، ودنا بنعد أيام يا عم الشيخ. لا يا أخي،
ليس هذا هو حال المؤمن. حال المؤمن ما من يوم يبزغ فيه الفجر ويخرج إلا ويزداد طاعة لله رب العالمين. فقال أسامة: ما لي أراك تصوم في شعبان ما لم تصوم في غيره؟ قال: يا أسامة، ذلك شهر يغفل عنه الناس. الناس في غفلة يا أسامة عن هذا الشهر. الشهر ده خطير يا أمة النبي محمد، وسوف تعلم خطره الآن سوف يوضحه النبي. قال: يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. وقع الشهر بين شهرين عظيمين كبيرين، شهر الله المحرم رجب. ده النبي بيتكلم مع الصحابة على حساب وعلى حسبان أنهم قدروا رجب، ولكن مر رجب على أمة النبي وما أعطته حقه. يا جماعة، الأشهر الحرم كان الكفرة إذا دخلت الأشهر الحرم تصافوا الكفرة. إذا دخلت الأشهر الحرم توقف القتال، توقف الخصام. إذا دخلت الأشهر الحرم دو هم كفرة. يا الله، فمن باب أولى أتباع النبي محمد دخلنا على رجب وانتهى رجب، والخصومة ما زالت موجودة فيما بيننا، والقلوب مشحونة ما زالت بيننا، وتقطيع الأرحام ما زال موجود بيننا، وأكل بعضنا لبعض ما زال موجود بين رجب ورمضان. كل الأعين والقلوب متشوقة إلى شهر ماذا؟ رمضان. حتى يسموه يقول لك: عم الشيخ، أول الثلاثة إمتى يا عم الشيخ؟ تسأل بعضنا في أريافنا وفي قرانا، يقول لك: عم الشيخ، هو أول الثلاثة إمتى؟ اللي هو أول الثلاثة يقصد به مين؟ رجب. فيستعدوا رجب، خلصنا من رجب، بقي واحد كمان تاني على حبيبك ويصل اللي هو رمضان. المهم عايز أنت توصل لإيه؟ لرمضان، ونسيت الخير والرحمات الموجودة ما هي قبل رمضان. فقال النبي: يا أسامة، يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذه الخصلة الأولى. ده برضك على حساب أننا لا نغفل إلا على رجب. أما ترانا أن الغفلة قد تعمقت الآن في قلوبنا، ازدادت الغفلة؟ أي والله يا أحبابي، وازداد البعد بيننا وبين الله رب العالمين. المسافة كبرت أو بيننا وبينه، ووالله لا علاج لنا أبدا على الإطلاق إلا إذا ما عدنا إليه. هو الذي أوجد لنا هذا الدواء. فقال الملك: يا أحبابي إخواني في الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ليه يا رب نتوبه؟ اسمعها يا أخي، كثرت المشاكل في بيتك وبينك وبين امرأتك وأولادك وجيرانك وبينك وبين إخواتك، تحتاج إلى وقفة. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال في سورة التحريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لماذا يا رب؟ اسمع لعلكم تفلحون، عشان تفوز، عشان ترتاح. يا أخي مش نفسك ترتاح؟ أيوة. اسمع كلام الكبير يا أخي، مش ده بيقولوا كده بعض؟ اللي يسمع كلام كبير يرتاح ولا ما يرتاحش؟ يرتاح. طب واللي حيسمع الكلام الكبير المتعال؟ أحبابنا، ده قرآن. يغفل عنه الناس. اللي جاية خطيرة أوي يا جماعة. وفيه ترفع الأعمال إلى الله. ده في إيه؟ شعبان.
ترفع فيه الأعمال إلى الله؟ قالوا نعم. تخيل لو أن لا قدر الله لك قضية بعد 10 سنين في 2035، أي مكان السن 10 سنين 15 سنة، يوم الثلاث 1/1/2035 سوف تعرض على قاضي من قضاة الأرض مع قضية، كيف تعيش 15 سنة اللي جاية دي؟ ألم يصيبك القلق؟ طبقي سنة، تبقى شهر، طب تبقى 15 يوم، وحتفرد وحنفرد أوراق القضية بتحتك، كيف يكون حالنا يا جماعة؟ طب في ليلة القضية كيف يكون الحال؟ وربما تكون قضيتك قضية بسيطة جدا، ربما تكون إعلان وراثة، حتى تقف قدام القاضي وتاخذ نفس بالعافية، في إيه؟ لأنك الآن في محكمة وسوف يحكم فيها قاضي. طب أنت الآن ليه؟ ما عرفش. أوليس هذا الخوف والقلق والوجل أولى به ملك الملوك؟ قضيتنا قضية السنة دي 365 يوم ينظر فيها ويبت فيها إما بالقبول وإما بالرفض. 365 يوم اللي عدت حبيبي، وأنا أدرى بذنوبي وأنت أدرى بذنوبك وبمشاكلك بتاعت السنة اللي فاتت. سيدنا النبي قال: وفيه تعرض الأعمال على من؟ على الله. هل أنت مستعد لقضيتك وللنظر في أوراقك؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله عباد الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيدنا رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، ذكر النبي في هذا الحديث لسبب صيامه وطاعته في شعبان قال: يغفل الناس عنه، ونسأل الله ألا يجعلنا من الغافلين. فالموفق من وفق للعبادة في هذا الشهر، فأخرج المصحف وأخرج زكاة ماله ونصب قدماه بين يدي الله في جوف الليل معتذرا، ليختمها ليكون كما يقال وختامه مسك. نعم أيها الإخوة في الله. ثم ذكر القصة الثانية لسبب صيامه أنها ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين. وقالوا: رفع الأعمال يا شباب رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي ورفع ختامي، 4 أنواعهم. شوف من رحمته كم يعطيك فرصة، كم فرصة تعطى لك. النبي يقول: كل يوم بتعرض الأعمال على الله، كل يوم، وتعرض في اليوم مرتين أعمالك. أنت ما واخدش بالك يا أخي. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر. يا حسرته على صلاة الفجر، ملائكة بتنزل في الفجر بتقيد الأعمال، أين نحن؟ ملائكة شغالة وظيفتها أن ترفع البيان الفجري، كنت فين في الفجر ولسه مصمم
لما يجي رمضان نصلي الفجر. أما مات جارك بالأمس، أما مات صديقك، أما مات أحد من ذوي الرحم، ما هو أصلا هو الذي قد مات أخذ الفرصة، وأنت ما زالت عندك فرصة لتعتذر بين يدي الله رب العالمين في الفجر وفي صلاة العصر. هكذا قال النبي، وفي رواية أخرى قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل، ده كلام النبي كل يوم، يعني كل يوم أعمالك ينظر فيها. طب تبقى بعض الأمور تحول إلى يوم الاثنين والخميس، وعاش لله لا لعجز إنما لتعتذر. هذيك ملخبط السبت والأحد، دخل عليك يوم الاثنين. لما سئل النبي محمد عن صيام يوم الاثنين والخميس قال فيه ترفع الأعمال إلى الله. طب لخبطت يوم الاثنين ودخلت على الثلاث والأربع، خلاص كفاية دخلت على الخميس، حيرفع الأسبوع. اعتذر وقل أستغفر الله، يقول لك أنا اطلعت وسطرت وغفرت، لأنه حليم. طيب فرطت في كل الأيام، أدالك فرصة سنوية اللي هي في شهر إيه؟ شعبان، اللي هو الرفع السنوي، مش كلام النبي ده يا شباب؟ وفيه ترفع الأعمال إلى الله، دي الرفعة السنوية، 365 يوم يبت فيها إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب. ينظر فيها الملك إلى أعمالنا، ولو كنا محافظين، ولو كنا محافظين، لكن هناك خطأ ونسيان وتقصير، صلاتنا أكثرها سرحانين وواقفين بس بجسد، ولكنه هو رحيم. صيامنا لك وعجن وإحنا صايمين، نميمة وشوية كذب وشوية مسلسلات وشوية أفلام، زكتنا فيها شائبة من الرياء وغير الرياء، فهذا هو حال المحافظ، فكيف بالمضيع؟ سنة رفعت الآن في هذه الأيام، كم فجر ضيعت، كم ظهر، كم قطيعة رحم. بل الأدهى والأمر أن في شعبان نسي هؤلاء الذين جهزوا المسلسلات والأفلام، جهزوها في شهر ترفع فيه الإيه؟ ده مش مرار يا أحبابي إخواني. ولكن كما قلت، الموفق من وفقه الله لطاعته. اسمع هذه العرضة القبل الأخيرة السنوية. أما يا حبيبي لو أهملت وقصرت وضيعت ودخلت على العرضة الختامية، ما فيش فرصة، ألا وهو عند دخول ملك الموت. خلاص، قال الملك وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الملك ولقد جئتمونا فرادا. هتعمل إيه؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال، عايزيها بتاع الكلام، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عايز يرجع عشان يعمل صالح. عارف في سورة الأنعام بما رد الله عليه؟ قال الملك في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كم من أزمة مرت علي وعليك وعاهدنا الله أن نتوب
ثم رجعنا، صح؟ لكن العرض الختامية ما فيهاش حل. هذا يوم لا نسأل الله العفو والعافية، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم، فيش إذن، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يبقى الحمد لله أنت في شعبان، مش قلت لك شعبان خطير؟ خطره لما فيه من الأمور هذه يا شباب. طيب كمل آخر خصلة من الحديث. قال النبي: وأنا، صلوات الله على رسول الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طب وإنت وأنا؟ أيوة إنت وأنا، ماذا تحب؟ الحمد لله لسه في فرصة، شعبان ما انتهى والنفس ما زال في الكبد وفي القلب، أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله. ما تخافش، ربك لطيف، ما تخافش، ربك رحيم، لا تخف. قال حبيبك الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. شوف كلمة على ما كان منك، مقصر ومضيع ومفرط وعايش لدنياك بس، بس قلت لي أنا آسف ووقفت وقفة صح. قال: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، الحديث عند الإمام الترمذي وغيره، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، مش 365 يوم، ذنوبك بلغت عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك برضك على ما كان منك ولا أبالي. يعني أنا لا ينقصني شيء، لا يضرني شيء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قطعت السمك وذلها، لا ده انت قطعت السمك كله بتاع المحيط، وأعرضت عني وفعلت ما فعلت، ثم لقيتني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة، أما أنا الاستحياء من الله؟ ما أنش الأوان يا جماعة نستحي من الله رب العالمين. شو قلت لك شعبان غالي جدا ومهم جدا. حبيبي وأخي في الله، الحمد لله أن النبي قد قال: إنما العبرة بالخواتيم. فأكثر من الطاعة، إذا كان حبيبك المصطفى يقوم من الليل حتى تتورم قدمه. أختم كلامي بنصيحة سريعة جدا: من أراد الفوز في رمضان فلينجح في شعبان. المؤهلات التي توصلك، عارف كاس العالم وكاس كده، يقول لك خش دور 8 ودور 16 ودور مش عارفه، كله ركش، كله هم علينا وخلاص، وتعبنا نفسيا حتى. لكن اللعيب الفلاني ب 150 مليون، واللعيب الفلاني، يا ناس ده أغلب الأمة ما مسك في يده 100,000. اللهم رضينا بما قسمته لنا يا رب. أسعد الناس من رضي عن الله، تكون راضي كده ومنشرح الصدر والحمد لله. أيوة، يقول لك عشان تخش الدور مش عارف من 18 ل 16، أنا مش قوي في الكورة والمصايب دي. جميل يا أحبابي إخواني في الله، يقول لك لازم تطلع من مرحلة لمرحلة. كذلك اجتهدوا هم ليفوزوا بكأس آخره طعام وشراب وعفن، ونحن نريد أن نفوز بشهر قال فيه النبي محمد: وفي كل ليلة فيه عتقاء من الإيه؟ من النار. يا جماعة عايزين نفوز. قالوا: فلينجح في شعبان. فقال ابن رجب الحنبلي: يا شباب، شعبان ما هو إلا مقدمة
وتمرين تمرين تمرين لرمضان. لأجل ذلك أحب الأعمال فيه هي المفروضة علينا فين؟ في رمضان. أحب الأعمال في هذا الشهر ماذا؟ الصيام. وما فرض الصيام إلا في رمضان. أحب الأعمال إلى الله القيام، وهو كذلك من واجبات ومن سنن رمضان. أحب الأعمال فيه قراءة الأعمال، قراءة القرآن. صح عن السلف الصالح، شوف السلف الصالح بيعملوا إيه، كانوا يستعدون كما تعلم لرمضان قبل مجيء رمضان بكم؟ بستة أشهر. ويودعون رمضان بكم؟ بستة أشهر. وقال ابن رجب وغيره كسلمة بن كهيل وعمر بن قيس، قالوا بأن شعبان، معلومة غريبة دي، شعبان هو شهر القراء. شعبان يا شباب السلف الصالح يقولون بأن شعبان شهر القرآن. فكان سلفنا الصالح إذا دخل شعبان أخرجوا المصاحف فانكبوا عليها فقرؤوها. كان سيدنا عمرو بن قيس، قيس بن عمرو، إذا دخل شعبان أغلق حانوته، الدكان بتاعته، وانعكف على القرآن. دفين في شعبان. إذن من أراد الفلاح والتوفيق بعد إذن الله وتوفيق الله ينجح في رمضان فليجتهد في شعبان. يا شباب، يا أمة الحبيب المصطفى، أمة الحبيب، قد قال سلفنا الصالح بأن رجب، رجب رجب اللي عدى، شهر، شهر الغرس. واحد حيغرس شجرة أو حيزرع قمح، شهر الغرس. وشعبان شهر السقي، زرعت عايز تسقي، حتسقي في شهر ايه؟ شعبان. أما رمضان فهو شهر الايه؟ الحصاد. طب واحد ما زرعش بالطبيعة مش حيسقي، حيسقي ايه؟ طب لا زرع ولا سقى، فماذا يحصد؟ فيه ناس عايزة كده، هي مفهومة كده. رمضان لما يجي حيغرس ويسقي ويحصد. أيعقل ذلك؟ أرأيت فلاحا أو حراثا يصنع ذلك؟ لا يا أخي، الموفق من وفقه الله رب العالمين. فأكثروا وأروا ربكم في هذه الأيام الطيبات المباركات، واعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا. اللهم إنا نسألك يا ربي ألا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واغفر لنا أجمعين بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر وأهلها، شعبها، جوها، بحرها، أرضها. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك، وأنزل لها من بركات الأرض، بركات السماء، وأخرج لها من بركات الأرض يا رب الأرض والسماء. اللهم اصرف عنا مرض كورونا يا رب، اللهم اصرفه عنا، اللهم اصرفهم عن عبادك. اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا ضعفاء، فاصرف عنا هذا البلاء. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، وأنزل له الشفاء والدواء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك، ومن جميع سخطك. اللهم ردنا وارض عنا، اللهم ردنا وارض عنا واغفر لنا. اللهم إن ذنوبنا يا ربي وأعمالنا يا ربي لا تسترنا يوم العرض عليك، فاغفرها يا ربي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا يا رب العالمين. احفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا شهر الخيرات والبركات، واجعلنا ممن اغتنم هذه النفحات والبركات في رجب وفي شعبان يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نعوذ بك أن تولنا غيرك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم امنحنا هداك وارزقنا تقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بلقياك ومتعنا في الجنة برؤياك. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اشف إخواننا الذين أصيبوا بمرض كورونا، اللهم عافيهم. اللهم إن النفس قد ضاق في صدورهم، ضاق في صدورهم، ضاق في صدورهم، فارحمهم برحمتك واشفهم بشفائك. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، فأنت حسبنا يا رب العالمين. اللهم اشف إخواننا الذين قد حبسهم هذا الداء وقد عزلوا عن الناس، نسألك برحمتك يا رب أن ترحمهم رحمة طيبة مباركة، وأن تنزل لهم العافية والشفاء، وأن تحفظنا من مكروب هذا الداء يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من أحبنا فيك وأحببناهم فيك، ولمن علمنا حرفا ابتغاء وجهك العظيم.